الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، زكاه ربه روحًا وجسمًا وحاشاه عيبًا ووسمًا. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله ورسوله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله، فإن التقوى خير زاد يقدم به العبد على مولاه. اتقوا الله، فإن أجسادكم على النار لا تغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن صلاح الذرية كان محل اهتمام الأنبياء والرسل السابقين، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى أن يرزقه ذرية صالحة تنفع العباد والبلاد، فيقول: رب هب لي من الصالحين. ويقول أيضا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، كان هذا محل اهتمام الأنبياء، كان هذا جهود الأنبياء السابقين في تربية الأولاد وصلاح ذريتهم، كان هذه الأمور وهذه الدعوات التي ذكرناها كانت كلها قبل وجود الأولاد وذرية في هذه الدار. أما بعد وجود ذرية وبعد ولادة ذرية، فكانت تتكاثر جهود الأنبياء والرسل السابقين.
كانت تتكاثر جهودهم نحو توجيه الأولاد إلى الخير وإبعادهم عن طريق الشر، حتى عند حضور الأجل والوفاء كانوا يوجهون إلى أولادهم وصايا هامة، يقول جل في علاه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان الحكيم أيضا، هذا العبد الصالح الذي أفناه وزكاه ورباه ربه في كتابه العزيز يوجه إلى ولده الكريم وصايا هامة، فكانت هذه الوصايا آيات تتلى على مر الدهور والعصور إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد أخبر المصطفى بأبيه وأمي وصلى الله وسلم وبارك عليه أن الولد يولد على الفطرة الصحيحة السليمة، لكن هذه الفطرة أيها المؤمنون بالله ورسوله تنخرق هذه الفطرة السليمة الصحيحة بسوء التربية وسوء القدوة. يقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هكذا كانت القدوة السيئة والتربية السيئة تفعل بالأبناء والأولاد فتبعدهم عن طريق الخير إلى طريق الشر. أعاذني الله منها وإياكم برحمة أرحم الراحمين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا جيدا أن تربية الأولاد ليست مقصورة على توفير الطعام والشراب للذرية، بل هي تربية جسمية، تربية حيوانية بهيمية يشترك فيها العقلاء وغير العقلاء، يشترك فيه جميع المخلوقات، لكن التربية الصحيحة الصادقة التي أثناها الله تعالى في كتابه العزيز وأثنى عليها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه هي التربية الفكرية العقلية الدينية الروحية الفكرية، هذه هي مراد الإسلام حين يتكلم عن التربية الإسلامية. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يجب على الآباء والأمهات أن يراعوا حق الرعاية على أولادهم ويشرفوهم في البيوت والمدارس والمعاهد والجامعات والمجالس وفي كل رقعة من رقاع الأرض وفي كل بقعة من بقاع الأرض. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لا تتركوا أولادكم يرافقون من شاءوا ويصاحبون من شاءوا ويجالسون من شاءوا ويشاربون من شاءوا ويآكلون من شاءوا، بل يجب عليكم أن تراعوا حق الرعاية في تربية أولادكم. لا ينبغي أيها المؤمنون بالله ورسوله، لا ينبغي أن يكون في بيت المسلم، في بيت الأب والأمة، لا ينبغي أن يكون في البيت تلفاز
ولا مزمار من مزامير الشياطين ولا أغاني من الأغنية، بل هذه دمارة لأخلاق الذرية، بل هذه مهلكة، بل من شر الهوالك للأولاد وذرية. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل بالتربية الصادقة الصحيحة السليمة، يقول جل في علاه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه محمدا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه بتربية أهله، فيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله، اتقوا الله في حق أولادكم، فإنكم مسؤولون عن أولادكم يوم العرض الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا الله وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله واحذروا عن معاصيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اعلموا أن سلاح الذرية ينفع الآباء والأمهات بعد الموت، لأن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول سبحانه جل في علاه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن التربية تمر على مراحل عديدة، فينبغي للآباء والأمهات أن يتعلموا ويتعرفوا على هذه المراحل العديدة. تبدأ تربية الأولاد من حين الزواج، من حين المحادثة، من حين الحوار للمرأة التي تريد أن تتزوجها. اتق الله في المرأة التي تكون غدا أما لأولادك. يقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ومن وسائل التربية أيها المؤمنون بالله ورسوله الدعاء عند إرادة الجماع. ثبت عن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه أنه أمر أمته بذلك، فيقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه هي المرحلة الثانية من مراحل التربية الإسلامية،
ثم يأتي بعد ذلك دور الدعاء، دور الدعاء لصلاح الذرية وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى قبولا حسنا، وأن يجعلها ذرية صالحة تنفع العباد والبلاد. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد أخبر المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه أن تربية الأولاد وحسن سلوكهم يكون سببا من النجاة من النار. ثبت عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه من حديث عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخلت علي امرأة وهي تسأل ومعها ابنتان، فلم تجد عندي شيئا إلا تمرة واحدة، فقسمتها بين ابنتيها، فأخبرتها للنبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن سترا وحجابا من النار. أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى، لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريدا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الشريف ذا حاجة إلا قضيت له حاجته، ولا عاسيا إلا رددته إلى سبيل الهدى يا أرحم الراحمين، ولا عاقا لوالديه إلا جعلته بارا بهما يا رب العالمين، ولا قليل الفهم وكليل الفهم للعلم إلا رزقته علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا يا أرحم الراحمين، ولا عقيما لا يولد إلا رزقته ذرية صالحة تنفع العباد والبلاد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم ألف بين قلوب الصومال، اللهم ألف بين قلوب الصومال، اللهم اجعلهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم وكلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جميع الشعوب الإسلامية في كل بقعة من بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شعب فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شعب العراق يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شعب اليمن يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم واكشف كروبهم وعاف مبتلاهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ريال خطبة سيدة كما غليسين خطبة حكاية ليسي موضوعة تربية الأولاد عرفت هببك أما أساليبتي مراحشي لو مرن لها عرفت سيدة لو تربيين لها موضوع أولا ريال تربية الأولاد ورنتي موضوع علمي وأباهن إن علمي أهم بالله برته وموضوع أهم بأبها يهويدو إن أي أبرتان وحقو يهي تربية الأولاد يهو مراحشة لوباها يهي أبها يهويدو إن يسوم مران مركع عرورتو دي تربيين آيان أبياشا مسؤولية كسارا تربية الأولاد يهببك يا أساليبتا وقرري ووجه حي إسلامكو قابك الله تربية الأولاد محيري دينتنا إسلامكو ودين آد قيمة بلن ودين آد الشرف بلن وحأي نوغتك تي مجران إلا دينت ويعديسي وحوال بلن سيدا ساوغيد علمد وحي إليهين تربية وحي وقيف سنتا لبقيبات تربية مركي اللي راهو وحي وقيف سنتا لبقيبات تربية جسمية هي تربية روحية فكرية عقلية دينية لا بد أن أقيم سمي تربية تربية قيمة وجوه الرئيس وحل إراها تربية جسمية تربية جسمية هدف كل غيري يحوي وتوفير الطعام والشراب والمسكن والملبس والمنكح للأولاد دون تربيتهم من حيثية الفكر ومن حيثية الدين ومن حيثية الاعتقاد ومن حيثية الروح تربية قيمة اللي رأى تربية جسمية وحال اللي رأى وإن عرورتها لغا كبعيو حق جسمها ولو ما يسترو وحا يبقى هايهين عنتدي عبيتانكي ماشي أي سيحان لهايين وحيالها يكو عياري لهايين لو دياريو تربية النوع عاصوك لو حال إلى تربية جسمية وكبعنت حق جسمك كبعنت حق جسمك علماء مركة وحي إليهين تربية مركة كهذا الليان تربية أس ونوع عاصوك عرورتي يعني اهتمامك أقوين لصارو حق كبعنت جلك وده وحا شرككوا كوها مخلوقاتك إلهي يوردن كوا عقلك له إيو كوا أنا عقلك لهين بقى وحضرك إنسان تصالح مركان سوق هذا إنه دورة تصالحان مركان تربية سوق هذا إنه قابك تربية الجسم لا يسمى إيشو يعني ووح غريزة أو إلهي وكو أبوري مخلوقات كوردن إلى اعتناء اهتمام قارة إنسان كبعنت حق الجسم لا دورة حضرك إنسان مركي وحير حبت قلية إيشو أما حبت مسجع أما حبت بريسة إيشو نفته وما قورته عد أي وجب عقدا وبد كذا أما عرور تلا عد كاسي وجب عقدي مركاسي مرنا أفك وجب عقدا مرنا بلك ودكتا سيوسو عروران ويوعنا حبض أي هالشيء والضرر أقول مخلوقات كإلهي مرك تاوه عن الدرم إن حيوانات كحتى عن عقل جلهين شركة نقولينهم تربية حق جسمك أما جسمك عرور تلا قبلسه عنتدي عبيتانك كليه لقول الدداره إيهو عقل هذا يروح هذا يدين هذا أخلاق هذا أن لبي سينين أو اهتمام أن لسينين مركا حيوانات كذا يا تاس سمية وهذا كل سنة صالحان مخلوقات كان لها عجائب بدنا كجرتها شنبرت ولا ركتين ما يعني يدوم لهن قعمة أمويل أي عرور تذا أما أبد كذا وحوس وقاته مركي عرور كذا يركع ودشوا وكنت يكفي يقضوا وحضر كيسا إنه يقراب أسور رادينيس أيضا وحصو عنايسا وحصو باقيسا سور بركيس مركي سور بركتو بولك يركع ويوسما يسي عرور كذا ويوجد بها شيء إحكام يعني آد سي عجيب أيو بستي أي وقلت ماذا عرور كذي مركز أفكا أينتيك لقادو
أي عروك أفك بحجيس وقمة تكتا ما أنت لو حين كسو درقيس عجائب تتربية حيوانات وقمة تكتا مركز يسيدا كوكوريسا إلا أكها هذا ويساقو إسكيس وقرابتاقو مركز تربية النوع عاسو كلا حيوانات كوبان وإليهن يعني قف كان لغم أمانو قف بن آدم تاس أمان كمالهن محايا لي حيوانات كوبان أي تاسمي لكن مدك لي دينة إسلامكو أي تركيزيسو وحوق أي ساريسو ومروا البابا درداراً كأقوبغان إلهي سبحانه وتعالى ودردار ميو نبي أننا وكدردار مي صلى الله وسلم وبارك عليه إن رعاية قارة لسيو وتربية قيبة اللباد اللي لا تربية روحية عقلية فكرية وتربية حق الروح ذا يا عقل ذا يا أخلاق ذا يا دين تعروف تلقى كبعيو ودنع على لقدسه ومداز مدة ذاتك مسلمين تاه أي وجد وينهين حيوانات ككلا أما آدمها أنتوا ذكلا أي وجد وينهين قفك عرورك إن أخلاق دي سلبسه إلهي اللوجح حيره وحيالها إلهي سبحانه وتعالى وحرمي محرمات كأهل وجدجو عقوبة يوم مرها حنا كبلن دونا وحهدوس سمي الله شيءجو تربية مدة للدونا يو الدين تين مر والبوا أمد مؤمنين تاه يكو أمانتي والنعاس وتربية الروح جاه الفكر جاه الدين جاه أما مدى الجسم جاه ومدى أرى نص شجني ولذلك حتى نكل به جري فرعون النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحيله وهم من الشجن جري وحكم ذا هيد تربية حق الجسم جاه ما نيجان عن تكو شين جرين ما نيجان كبربارين جرين النبي موسى وهم من الشكت النبي موسى وهم من الشكت وفرعون وحبان تربية جرو ليه لكن تربية النبي موسى وقوم النشاء جانا يسوقون سوق كريمه وعنتني عبيتان كي يهويات كي يمشي جيفان لهيد سوقون مد داري جرين قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكير فرعون سوقون سوق تربيين وير ألم نربك فينا وليدا أدي وعرور يرى النبي الله موسى سوقون أنا بربارين أنا سوقون سوق تربيين فرعون هو شجرة هي تربية إنه ده وحصو تربية لكن محور جذا فرعون تربية لس تربية وقيمة حيوانات كأي سمايا قيمة فرعون وقوم من الشجرة ينام موسى محير ينام موسى سيد قصص كيس أنت بدن عاد قرن إنسان أو تغنان قري فرعون وكسوة برباري فرعون سو كوري ومعجزة الله ودون أي سبحانه وتعالى سجى هذا النبي له موسى وهو سبب النغذي ملك جيسي يبغرتو يدي فرعون يقوق جيسي دقيان كيسي إنه بربريو أي إله سبب وقدقى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بحي الإله وحوتوسي بن آدم كأود ديسا يقرات كيسو إنه آد اللي تو ضعيف وياهي أي الله توسي وحا إساقو قعميز وكو كرسنا يي قفك إساقا هلا جيسا سبب النغلها أي اللغو خصبي إنه بيلا أو برباري أو حنانا يو وضعيفتنا يو بن آدم من هذا كضعف يسدو ضعيف وياه. سلاسة وغير فرعون حتى وح الشيعان إنه تربية سمينجري لكن هو تربية حق الجسم قاع. بن آدم كمركا حيوانات ككل وحياله وجد وياه وتربية قيبة دينته أخلاق ذا. تربية اسمرك وحيله ذا هاي مراحل يهبب لص ومره مراحل شيء سو حلوية وضدك أنتوا ذبلان إن أي تربية كبلابان عروك مركو تدوسنو أما تونسنو وقارو. إن أشاء أما الضابك الله قاطه ومركا الله قراعه لكن إسلام كوحو النوشي تربية الأيكاب الله ميسو كوو مركا آد رادين إيسو عروركا قفكي هو يدعو النغال لها هل كاس إيكاب الله ميسو تربية قبض مركا رادين إيسو المها إبالي دونتو قفكي آبها النغال لها هل كاس إيوحا يعني دينتو إيكاسو بالله دا مرحلة أقوها الرئيسة مراحل تربية أما أساليب تربية مرحلة كوادي سومر هل كاس على قبل لعبة سومالي ده قرب كاس ويا قانون لكن سكلا واستعمالا سكلا حق الدنيا واستعمالا سومالي ده وحيران ويلك وهل هبين أي مرتك ويا حيران وهبينك هو يدي سأثر دينش مركا وحيران جلال قبر لبلا لفوضة قروح بلا عد قرصي ويل لبلا لفوضة يكون بشر سمعها ايه ابن عاسي ولا جهدان لكن هبكن دينتو اي شيء غيسو ولا مجهدان الا من رحمه الله
qof un yani wasaailka tarbiyada wax ka yaqaana mooye inta kale waxay ku leeyihiin halkaa habeenuu wiilkaagu marti ku yahay gabar filsan oo labalafood ah oo qurux badan hooyo uga dhig wiilkaaga si labalafood isaguna uu kugu noqdo marka waa tii hadda aanu sheegaynay oo tarbiyadii qaybta jismiga ihtimaamka jismiga xayawaanaadka oo dhan ayaa taa sameeya marka laakiin diintu waxay ku leedahay haddaad yacni aabad noqonaysid gabadhii carruurtaada hooyo u noqon lahayd si wanaagsan uga baaraandeg kana dhig qof akhlaaqda iyo diinta ku wanaagsan si haddaw garabka ay kugu istaagto ay kuu saacido qaabka ubadkaaga aad u tarbiyayn lahayd ay kugu garab siiso maxaa yeelay faaqidu shay laa yucdii qofku wuxuusan isagu haysanin ma bixin karo gabadhii haddaysan iyadu anshax lahayn tarbiya aysan lahayn diinta aysan aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa iyadoo isku dayaysa inay wax tarbiyayso dhinaca qalloocan inay owlaaddii ay u leexiso saas awgeed nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu leeyahay tunkaxu lmar'atu liarbac lijamaaliha walixasabiha walidiiniha walimaaliha fadfar bidaati ddiin wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku gabdhaha waxay u doonaan afar arrimood markay gabar raadinayaan afar arrimood ayay ka fiiriyaan qaar waxay ka fiiriyaan dhinaca maalka oo gabar hantil ay raadiyaan qaar waxay ka fiiriyaan xagga qabiilka gabar qabiil weyn ka dhalatay ayay raadiyaan qaar waxay ka fiiriyaan xagga quruxda iyo labalafood inay tahay qaarna waxay ka fiiriyaan qodobka diinta marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dardaarmay fadfar bidaati ddiin qodobka diinta yacni ha noqdo qodobka aad tarkiisinayso oo adiga hadafkaaga ah oo aad taageraynayso ha noqdo qodobka diinta bis qodobada kale saddexda ah haddii ay kula kulmaan oo diintii iyadoola ay qurux leedahay maal leedahay waa nicmo ziyaada ah laakiin adiga hadafkaaga iyo ulajeedadaada hore ka dhigo diin hadday qurux ku darsato maal ku darsato alxamdu lilah waa nicmo ziyaada ah laakiin marka hore ha dhihin oo ha raadinin oon gabar qurux leh un gabar maar leh qodobkaaga hadafkaaga koowaad ha ka dhigin hadafkaagu ha noqdo qof ahluddiin ah gabadhana sidaasoo kale waxaa laga dooni in marka ay doonayso carruurteeda qofkii aabbaha u noqon lahaa wiil ahluddiin ah inay iyaguna raadsato oo akhlaaq wanaagsan oo dhaqankiisu wanaagsan yahay oo salaadda tukanaya oo ilaahay ka baqaya oo xaaraanta iska ilaalinaya oo xalaasha ku dhowrsanaya labada qofba waa mas-uuliyad saaran waxaa markaa ku xiga marxalada labaad ee tarbiyadu ay leedahay waxaa loo gudbi marxalatu ducaa ama dawru ducaa dawrkii ama marxaladii ducada ayaa loo gudbi oo in markaas yacni ducada la badiyo labadan qof oo issoo guursaday mar walbaba ilaahay subxaanahu watacaala ay weydiistaan caruur wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay in ilaahay uu siiyo maxaa yeele waad maqlayseen khudbada waxaa ku jiray aayado fara badan waxaanu soo qaadanay ambiyada ilaahay rabbi subxaanahu watacaala ay weydiisan jireen inta caruurtoodu aysan dhalanin ayay duco soo hormarin jireen oo ilaahay waxay weydiisan jireen caruurta u dhalan doonta in ilaahay uu ka dhigo caruur rabbi uu raalli ka yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala hidaayada uu siiyo waad maqlayseen ducadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa kii dhahayay rabbi hablii min asaalixiin ilaahu caruur wanaagsan ee raalli aad ka tahay ilaahu ii hibe waa intaysan caruurta u dhalan ayuu ducadaas sameeyey nabiyullaahi ibraahim fahablii min ladunka weliyan yarinii wayarith min aali yacquub wajcalhu rabbi radiya waa ducadii nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahw caruurka aad isiin doonto ilaahu iga dhig caruur idhaxla oo diinta iga dhaxla oo nebinimada iga dhaxla oo khayrkan iga dhaxla ilaahuna ka dhig mid aad raalli ka tahay caruur aad raalli ka tahay ilaahu ka dhig ducadaas markuu sameeyey markaa kabacdi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi zakariya ducadii uu ka aqbalay oo rabbi subxaanahu watacaala wuxuu u dhaliyey nabiyullaahi yaxya oo nabinimadii iyo khayrkii iyo cilmigii iyo diintiiba ka dhaxlay sidaas awgeed ducadaas markii ay timaado marka horena yacni shukaansiga ama guurkaba lagu daro qodobka diinta laga fiiriyo
waxa markaas aanu maraynaa marxaladii labaad ee maraaxishii kamida yani tarbiyada kamida waxaa kaloo ku xiga dowrka saddexaad oo imanaya markii labada qof ay doonayaan inay isla seexdaan oo yani wiilka iyo gabadha soo guursaday ay doonayaan inay isla seexdaan waa in mar walba markay isla jiifanayaan aysan ka tegin ducadii loo akhrisan lahaa jiifka markay is isticmaalayaan waa inay ducadii akhristaan nabigan uu jideeyey sala allahu calayhi wasalam bismi illaah waa in qof walba uu yidhaah bismi illaah allahuma jannibna shayaana wajannib shayaana maa rasaqtana magaca ilaahay ayaan hawshan ku gala ilaahu shaydaanka annaga iyo ubadka aadna sii doontaba ilaahu naga foge oo waa in marka horeba xiitaan iyo difaac weyn shaydaan laga xiro owlaadda inta aysan dhalanba oo uurkaba aysan gelin waa inuu qofku difaac adag uu sameeyo ubadkiisa oo shaydaanka uu ka difaaco markii caruurkaasi maraaxishaa markii lasoo maro kabacdi haddana waxaa imanaya marxalatulwilaada marxaladii caruurkii inuu dhashay markuu dhashay caruurkii wuxuu amray nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dhegta midigta ah in looga adimo dhegta bidixdaana looga aqimo caruurkaa dhashay yacni hadafka ulajeedada tarbiyada wasaa'ili tarbiya waxaa qodobkaa looga dhigay waxa weeye ilmuhu markay dhalanayaan waa in awal maa yasmacuuna kalimata tawxiid uu noqdo caruurkii waa dhashay intuusan adduunye iyo buuq iyo sawaxan kale uusan maqlin shayga ugu horeeyuu maqlayo waa inuu noqdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah ereyga ugu horeeya dhegta ha laga maqashiyo yidhi nabigeena sala allahu calayhi wasalam marka shaygaa marka hore caruurka la maqashiyey wuxuu yacni ku samaynaa saamayn dambe saamayn dambe ku yeelan in kelimadaas uu noqdo kelimo ka yacni uu ka runsheego caruurku oo uu ku socdo oo ilaahay subxaanahu watacaala jidka uu raalliga ka yahay uu maro ayaa imanaysa ilmihi markii sidaas yacni loo marxaladaa laga soo gudbo kabacdi waxaa imanaya marxaladii gurigii in la keenay oo caruurkii yacni mujtamacii uu ku soo biiray waxaa imanaya marka caruurkii markuu garaad yar yeesho oo yacni xataa xilliga uu gurguuranayo ama uu saanqaadka yahay ama uu hadalka uu bilbilaabayo in mar walbaba mustalaxaadka sharciga ah mar walbaba lagu badiyo in la maqashiiyo almustalaxaat sharciya mustalaxaat sharciya waxaa loola jeedaa yacni nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa jiray hadda ka hor wiil yaruu awowo uu yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xasan gabadhii nabiga uu dhashay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi faatima binta rasuulillah ayaa wuxuu isagoo gurguuranayo wuxuu dhulka ka qaaday xabo timir ah timirtii uu afka gashaday wiilkii yarka ahaa markaasaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kox kox innahaa min asadaqa wuxuu yidhi iska tuf sow ma ogid inay tahay zako annagana wixii aalubayd haddaanu nahay zakadu ay xaaraam naga tahay sow ma ogid marka diintii uu sii maqashaynaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ereyga xaaraam ereyga xalaasha ereyga yacni wanaagga salaada soomka jannada naarta waxyaalaha mustalaxaadka sharciga ah waa in dhegaha caruurta lagu badiyo si markaas qalbigoodu uu ugu soo barbaaro cabsida ilaahay iyo ilaahay haybaddiisa ilaahay inuu ka xishooda caruurka uu ugu soo kobco lidaalika marka waxaa imaanaya marka marxaladihii ku xigay oo caruurkii markuu 7 sano uu gaaro inuu ka dardaarmay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh in salaadii la amro oo soomkii la amro oo akhlaaqdii wanaagsanayd ee islaamka dhan la amro isagoo marka loo dhammaystirayo guud ahaanba qodob walba oo diinta islaamka ku wanaagsan la amrayo caruurkii markuu gaaro 7 sano iyadoon lagu adkaynaynin oo la garaacaynin laakiin si lutfi ah oo naxariisu ku jirto loogu sharxayo wanaagga diinta iyo wanaagga islaamka loogu sharxayo caruurka yarka ah waxaa imanaya kabacdi dowr kale oo ah dowr almuraafaqa waalmusaabaxa liduriya dowr ah in caruurkaaga saaxiib aad la noqotid ilmahaaga saaxiib inaad la noqotid oo aadan kala noqonin aabbe mar walbaba qallafsan oo ilmuhu aysan agagaarkiisa fariisan karin aysan la hadli karin sirtooda aysan u sheegan karin aysan la tashan karin aabbaha noocaas oo kale haddaad noqotid waad ku dhacday tarbiyo xun ayaad ku dhacday
وحائمنا يفجوة عميقة بينك وبين ذريتك بهل وين وعرورت يسن كوسو مري كرين وقد وين أياد إن كدح قدما يا أدي يا عرورت هذا وإلما هو يسن كوسو قد بكرين سرت ولا يسن كوشي عن كرين أيسن كل هذا لكرين وحائمنا يضط كرين مركا إن سرت وشيكتان وأصحابك لأي سمستان إن حكت وضطن هذا وحبك ورقة بمبا سلاسة وغير أدي ووالد و أبا هيا أيوة هالدنيا هدنا صاحب دو إلى دلالته وصاحب دو أدلى نغتي عروض تابع ودلك افتنتي أكتب إن سوفرستان أدبرتي إن سرت كوشيكتان أدبرتي إن أدلتشتو يعني رأي أدو كسيسو أدو مركز مسكحديس كبعيني مسكحديس أدو كبعيني أدو رادين هي سي عروض تنوصل عروض تنوصل وحبك على قرصان لهي ووقتين وصائلك أنبياء الرسوشة تربية أولاد أيوسى ومرين نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وهوها أنبياء آدو قدد على تربية أولاد أبط كودة لذلك صحبة قارة يا صاحب تنوى قارة أيو الله شيء عرورتي سي نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام تاسمرك وحي كانتي إن حتى حالي وحي كر يوضان نبي الله يعقوب عرورتي سي أيوشيغا بل واحد كله حافظها يكسر مغلين أبا مجال هذا كده عايز كداف سرك لا عايز كداف حاله وحي أي كر يودان ويشي جيران نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف واحد علي نبي الله يعقوب هو يرى نبي الله يوسف رؤي أركي وحير إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين وحير أبو رؤيا حال أركي وحن كر يودي كو يتبن حدك إيه قرحة دي إيه بيحي وصدحي طوان صدحي طوان كاسو إيه سجودة يعني حالك الرؤيات وكو يطوان حدد إيه قرحة دي إيه بيحي إيه سجودة محاكيني نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إن ويلكي سيرا نبي الله يوسف رؤيتي سي إنه أشيغو رؤيتي سي وحي حالك الرؤيات إنه أشيغو محاكا لفي وحاكيني سي إن صاحب تنبقه عرورتي سأولي شيء حكتو ضدنا أيو شيغانيين حكتو ضدنا أيو شيغانيين مركا يساقنا تلوين وراكسان أيو سيي أو حكوير الرؤية لذن قرصو والرؤية وين بشارة وين أي حنبار سنتهي محايالي وحيث سنة عرورتا يساق ولاليه سأهي لدى شيء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إن هوستي سأي وضع إيمان دونا حتى آبي هويو إن هوستي سأي إيمان دونا يساق وبقر مقالة يعني ودك المصر بقر كا هنتي فربنا ما شاء إلهي وكسيه دينتنا كفى فين دونا بروك مصر إن دتك هوستي سأي من دونا وعرورته ولا ليه سوبل يسوي وطالين دونا تاسي رؤية تسنيس مركا وحكم بقية النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام رؤية إن حساسية كعس وأولادي ولا ليه سأبدح يدني حساسية كعسه ويراهن سجميا ملحن النقرة سجميا نهوس من دون مستقبلك ساسو بهي رؤيا هذا قري وبالعكس هذا نوح إيمان يسي إن هذا وحي والدك وكر رؤياه عرورتي سوشة وهبك أما وصائلك أنبياء الأيام رجلين تربية عرورته هذا معايلة وتقرا إنسان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤيا أركي ويلكي سي وغشا كينا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وغير نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويلكي قيهو وحنكر يوضي حالي أنا وكو قورعي أنا قورتك أبقوين يكو قورعي سداسا كر يوضي ورؤيا الأنبياء حق أنبياء الرؤية ذروة حق بين معها مرك إلها الرؤية وأمري إنكو قورعه أليه ويل كيقيا وامتحان رب سبحانه وتعالى وكقاد يهي نبي الله إبراهيم ما دام نبي الله إبراهيم يسقو الدعاء أو وين عرورتا لسي أيوحى قلبي جيسا لفيرنا يبال أمر كإلهي عرورتي سا متك قلبي جيسا كوين أمر إلهي مركو يماذا يا عرورتي سا بل متكو الدورنا يو أي لفيرنا يو مرك الرؤيا دي ويلكيس وشيء جاي إسماعيل وحيري وحهرد هذا اللي هو أمري أو رؤيا أنكو أركي إن أنكو جورعه
wiilkii yarka ahaa horayba shaki kama gelinba, isla markiiba wuxuu ku yidhi yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin. Aabba waxa ilaahay ku amrayo samee, waad i arki doontaa, waad i heli doontaa inaan u dulqaato oo kuwa saabiriintaha sabra inaan ka mid noqdo ayaad i arki doontaa. Igowrac wir amarka rabbigaana fuli. Ma u malaynaya arrinkaas caruurkaas yarka ah jawaabta uu aabbihii siiyey in jawaabtaasi ay ku timid bayna cashiyatin wa duxaaha, waxay ku timid tarbiya dheer waa laga keensaday wiilka yarka ah jawaabtaas. Tarbiya dheeraa lala soo maray in xataa lagu qanciyo waa ku gowracay inuu yidhaah haye aab waan ku sabrayaa igowrac. Maanta caruurteena noo waxaan ku qancin laanahay war salaadan tuko, bis salaadan tuko. Ambiyadiina rususha ilaahay caruurtooda heer waxay gaareen inay ku qanciyaan waan ku gowracay raalli ma ka tahay aab igowrac, ilaahay ma ku amray igowrac. Maanta ma naga yeelayaan caruurta yaala gowrac haddii la yidhaha lacala haddii waxay soo degi lahaa. Dee hadda nabi maba jiro xilligan, laakiin haddii nabi laas yacni uu jiri lahaa haddii la dhihi lahaa gowrac caruurta waqtigan jooga halisay ku noqon lahayd, wax culisay ku noqon lahayd oo khatar ah. Sidaas awgeed marka taas waxaa keenay maraaxil dheer oo ambiyada iyo rusushu ay u soo mareen ilaahay subxaanahu watacaala inay jeclaysiiyeen markii horeba caruurtoodii, in wax walba ay uga dhigeen amarka ilaahay inuu ka sarreeyo oo uu ka weyn yahay. Walidaalika culimaau tafsiiru waxay leeyihiin markii wiilka yarkaa uu yidhi aabbo igowrac, wuxuu yidhi haddaad igowracayso aabbow anigoo ku fiirinaya oo dhinacaaga usoo jeeda ha igowracine, dhinaca kale anigoo usii jeeda igowracu yidhi, midda kalena lugaha iga xirxir uu yidhi, maxaa yeelay waxaad isaga kay jeedin buu yidhi dhinaca kale oon u jeesanahay, haddaan dhinacaaga usoo jeesto waxaa laga yaabaa amarka ilaahay inaad fulin weyso oo aad ka naxdo midida aad isaarayso indhahayga marka iyo wejigayga markaad aragtid, marka wejigayga iska dhinacan kale usii jeedi ayuu ku yidhi. Lugahana iga xiri wuri, maxaa yeele waxaa dhici karta qof bini aadaman ahay inaan xanuunsado ayaa dhici karta, haddii aadan ay xirxirin inaan haraati kugu dhufto markaan xanuunsado ayaan ka baqiyo, sidaas caasi waalidiin aan ku noqdo, caasi waalidiin sidaas aan ku noqdo ayaan ka baqiyo. Nabiyullaahi Ismaaciil calayhi salaatu wasalaam aabbihii Ibraahim dhulkuu dhigay middidii markuu la soo baxay uu saaray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igta wuxuu ugu soo dhiibay waan weyn, markaasaa lira walba imtixaan uu ahaa lagaa qaadayay amarka ilaahay wax walba inaad ka hormarinayso adiga iyo ubadkaaga caruurtaadu, amarka ilaahay wax walba inaad ka hormarinaysaan ayaa laydin imtixaanayay, caruurka yar dhiiggiisa in la daadiyo lama doonayn, wankan gowraca la yidhi, wankan gowraca. Sidaasaa marka ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay waxay u soo mareen wasaa'il tarbiya ilaa caruurteedii ay gaareen inay ka dhaadhacsiiyaan waa ku gowraca aabbe iyo haye oon shaki lahayn oo talacthum iyo taradud midna aysan ku jirinin. Taa marka walaalayaal waxaa looga baahan yahay wasaa'il tarbiya, markii la yidhaaha hababka iyo asaaliibta ubadka loo tarbiyeynayo waxaa ka mid ah an tajcala lahu suxbatan saalixatan saadiqa, ilmaha in aad mar walbaba u samayso saaxiib wanaagsan oo ilaahay ku xiran, mar walbana aad ka koontaroosho saaxiibka xun oo ay ku xiran yihiin. Markay soo gaaraan marxalada inay saaxiib yeeshaan ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto, maxaa yeelay saaxiibka xun waa dilaaga akhlaaqda, waa dilaaga dhaqanka, waa midka kaliya iska horkeena owlaadda iyo waalidkooda iska horkeena mar walbaba saaxiibka xun. Lidaalika mar walbaba waxaa loo baahan yahay in qofka aabbaha iyo hooyadu ay mar walbaba kontarool joogta ay ku hayaan dadka ay la socdaan caruurtu, dadka ay la fariisanayaan, dadka ay la sheekaysanayaan, dadka ay fasalka isla dhigtaan, dadka jaamacadda iyo machadka iyo madrasada ay isla dhigtaan iyo dugsiga, mar walbaba inay kontarool ay ku jiraan dad wanaagsan oo ilaahay uu raalli ka yahay subxaanahu watacaala jid wanaagsan ku socda inay yihiin, waa inay mar walbaba kontaroolaan. Ma aha caruurkii gurigu ka baxay markuu yimaadana waxaan siin oon cunto iyo cabitaanaan siin, bis waxna kama warqabo. Waxaa kaloo ka mid a wasaa'ilka tarbiyada
غريغا عرورته ان لوغه دياريو بيئه صالحه يعني هب وناكسن يا دقم وناكسن غريغا انو كجيرو marka horeba abii hadu sigaar iska cabayo jaadki uu cunayo beenti uu sheegayo dadki uu dilayo hadana uu leeyahay beben la sheego waa xaraan abi sigaarka in la cabo waa xaraan jaadka in la cuno waa xaraan uu leeyahay isagina hortiisii uu ku sameynayo wuxuu xaraan dahayay taas waxa noqonaya jees 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 way arun kana wuxuu ku fahminaad ku jees jeesis wuxuu waxaan haddii wax xun ahaan lahayeen abi isaga iska dhaafi lahaa saa iska dhaafi lahaa waxaan wax xun haday yihiin marka afkiina aabuhu wuxuu ka leeyahay waxaa jooji ficilkiisiina wuxuu leeyahay ku dadaal oo samee marka afka iyo ficilkana bini aadamku wuxuu qaadan og yahay ficilka ficilka waxa qofku uu samaynayo ayaa bini aadamku mar walbaba uu qaataa una soo degdegaa una rumaystaa wax saxa inay yihiin lidaalika marka bii'a saalixa waa inay guriga ka jirto oo aabbaha iyo hooyadu salaaddii ay ku dadaalayaan ilaahay ay ka baqayaan deriskooda ay nabadgelinayaan jamaacada ay soo xaadirayaan qur-aanka ay mar walbaba akhrinayaan ay tasbiixsanayaan wirdiga iyo adkaarta ay akhrisanayaan ilaahay ay ku xiran yihiin caruurkii markuu kuu arko mar walbaba adigoo musxaf qur-aana korka ku haysta adigoo iska wardinayo adkaartaada akhrisanaya adigoo mar ducaysanaya wakhtigaagii 99%ba uu xagga u badan yahay markuu arko ficilkaasi saameyn weyn ayuu dib ugu celinaa caruurtaadii waxaa ka mid a bii'a saalixa ha loo diyaariyo guriga markaanu leenahay waxaa laga maarmaana mar walbaba gurigii haddii tilfaas uu yaallo oo tilfaas lasoo dhigo oo tv gurihii yacnii ay soo dhigaan waalidiintu waxaa ku adkaanaysa caruurta in la tarbiyeeyo guryaha tv-yadu yaallaan waxaa ku adkaanaysa caruurta in la tarbiyeeyo maxaa yeelay tv-ga waa silaax dammaar lilakhlaaq waa hubka ugu khatarsan oo gaaladu ay u diyaariyeen dadka muslimiinta ah in ay ku jahwareeriyaan akhlaaqdooduna ay ku dilaan akhlaaqdooda ay ku dilaan waxaa laga yaabaa waxyaalo yacnii marmarsimo ah in waalidka qaar uu guryaha u dhigo tv-ga uu yidhaaho meel ka xunuu aadi shareen uu geli oo saaxiibo xunuu samaysan oo barooni uu aadi laakiin waa ku maaweelina waa beentaasi waa wax shaydaan uu meerinaayo oo shaydaanku uu rabo inuu yacni godkan xun uu kugu rido adiga iyo wilaadaadaba maxaa yeele tv-ga waxaa ku jira wax walba oo qofka muslimkaahi uu ka xishoodo heesihii hadday noqon lahaayeen dumarkii qaawnaa hadday noqon lahaayeen waxyaalaha khayaanada sida laysku khayaano sida naagtu ay ninkeeda u khayaanto sida waalidku caruurku uu waalidkay caasi ugu noqdo sida wax loo soo xado sida wax loo dilo waxaasoo dhana laga bartaa rag badan waxaa la arkay haweenkoodu aysan maseer oqon jirin markay tv usoo dhigeen gurigii maseerkii barta xulba laga bartaa tv-ga musalsalaadaa jira socda musalsalaad casharaha gaalada ay soo geliyeen ayaa jira sida ninka loo khayaano saacadaha uu maqan yahay waxa uu samaynaayo sida waxaasoo dhan akhlaaqda xun isagaa laga bartaa waa silaax dammaar lilakhlaaq marka ogow mar walbaba in guriga aad soo dhigatay uun shaydaan guriga tilfaaska yaallo uma baahno shaydaan inuu soo galo maxaa yeelay walaalkiisaa jooga oo dowrkiisii cayaaraya dowrkiisii qabanaya saas awgeed marka bii'a saalixa waa in caruurta mar walbaba guriga looga diyaariyo taasi waxay sabab u noqon in caruurtii marka mar walbaba rajaha 99% rajada laga qabo inay noqdaan caruur aada mahadiso adduuniya aakhiraba aada mahadiso haddana islamarkiiba aabbaha iyo hooyaduna ay ku dadaalaan waxa caruurka ay u sheegayaan inuu ka muuqdo iyaga inuu ka muuqdo waxay u sheegayaan maxaa yeelay nin gabyaayo hadda ka hor wuxuu yidhi إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص وير إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا منك قول لما سؤولك كاهو حوير هدو دربان قراعي إسك دربان هدو قراعي فشيمة أهل الدار كلهم الرقص كوا كلاو فرسانا يا قويس قول وكولا نولنا دربان كيو حيكو سيدران إنه بودان أو ay cayaaraan ay kusii daraan waa kasii darahayaayaan marka ulajeedada waxa weeye qofka mas-uulka hadduu xumaato samaynayo hal xumaato u samaynayo
شن إيه اللحى عروتين كسيد ريان وحماتا أدوه توس عروت أدوه توس أيان كيف يستقيم الظل والعود أعوج عربت كم ما هو حيران لانتو هديق الله عنتاي هوس كيدنا متوس ساسكم ما هو كيف يستقيم الظل والعود أعوج لانتو هديق الله عنتاي هوس كيدنا متوس أيان عروت كبر كواحد واتا وهوس كاجي أدو روحة تهي لانتي قريقة كبه حيث هدو لانتي أدوها تهي قلو عن تهي هوس كيقو حتى وصو أنا قول لانا نوان قلو عا مصر تقليس سلاسة أوغير مقعيدة وناكسن إيغا نفتودو علماء المركي تربيدة كهد ليان وحي الشيء ليان عرورك وكم مقع وناكسن يا هاي بقول كيبا سغاشن رجديس وحي أبوان تهي مركي هببك كلا سالبتي كلا لسيم مرسيو إنه توصه لكن عرورك يا مركي وربا هذا دم بالإيو دب إيو بلا يهلا إيو أدب حسي يسألون وحوى يساسوا نغن آخر في سنة بلا إلا من رحمه الله قف إلهي سبحانه وتعالى سجارة أوب الدالي موية هذا كور وحى جري النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه شيخ الذي جري سعيد بن المسيب أبيه مسيبة أيها الحكورين يا حديث أبي سيكرا وسعيد بن مسيب أولي وقادنا أولي سأل النبي إيمت صلى الله وسلم وبارك عليه مركز وحيري النبي عليه الصلاة والسلام مقعا مركز وحيري مقعي وحليرا حزن حزن وحوي وقفك أدقو قفك أدق مركز النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحكيري بل أنت سهل حزن متريدا مقعا وحنكوكو بدلي سهل قف جلعسن دين تو جلعسن إنا تهي مركن كي وحيري لا أغير اسما سمانيه أبي مقع أبي ومقع أبي مبدل يور مقع أبي ومقع أبي مبدل يور وإن تاسو سنة مقع سوت وهي هي يوري النبي عليه الصلاة والسلام كتب من شيخه علماء المحدثين تواوين كمد نغضوه سعيد بن المسيب ليرا أولوها فرع عيسى كمدها أيوحو به جري فما زالت الحزونة فينا أضيقي ولينا قمزه لنور هاي المقع وحوها قف ألك عرورتي يردن انت بلن قلف سنان يا أضيقا نغجر لنور رواية أبي داود وحياهي إنه ننكا سوى النبي كوير عليه الصلاة والسلام السهل يوطى ويمتهن مقع سهل قادر ما يوري محايل سهل وقفل الإهانة وحوى البناء لقسم يسنكر وحوى البناء لقسم يسنكر السهل يوطى ويمتهن والله إهانة سهل مركا حزني عن رباه أضيك محوكا دحلي أولادي سي حزونة دي إنه يكسو عاتي قادر دي أضيك دي ولذلك مقعيدة وناكسن سيدا مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام مجي عيسى أوكلين عروت المجا عاب محمد أحمد عبد الله عبد الرحمن مجا عيسى أوكلين الله بحيه هذا ويله هذا الجبري هنا إن مرك الله بحيه مجا عيسى نبينا عليه الصلاة والسلام قبل عيسى وكم مجا عاب جري سيدا زينب أوكلين ورقية أوكلين سيدا أوكلين مجا عيسى دينته أيام مانتي قيم وحيكيهم تربية محيل النبينا صلى الله عليه وسلم مبارك عليه إمام مالك كتاب كيسا موضع وحكوري هذا كور النبي عليه الصلاة والسلام أيا هل قيل وحوير هشا قيل هل إيسو لس منا استاقوا في رسول كيلة أنا كوسو لس النبي عليه الصلاة والسلام وحوير مقعا مركز وير وحل إلها حرب حرب يعني ودقاليها دقاليها مركز رسول صلى الله عليه وسلم وحكويري اجلس فإنك لا تحلب ناقتي فريسو إلى هاشا إيه اللي سميست ننكرا هذا لا يستاوير أنا كل سعي مقعاوه النبي عليه الصلاة والسلام مركز ويري مرة وقرار وحقراره كي هرب أليها كدران يوري فريسو النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا يستاوير وحكوير رسولكم مقعا وحيرو حليرا يعيش حوه والنولاد والنولل أديك يسوى اللي سيوري نبي عليه الصلاة والسلام مقعا مقعيدة مروى البابا يعني سمسار سينيهين وحيث سنعيان يعني وناك يا خير إنه قفك وكيمن دونه إلهي سبحانه وتعالى إساقه هداية هيا لكن وحيكمتها وصائلك
أما هببك مروى البابا تربية الله مرأيه أي كم تاي مقعيدة وراجنته هذا سيدا سأقول قف ولباه ومسؤول كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي عليه الصلاة والسلام قف والباه ومسؤول قف والباه نوحي مسؤول كوكاها أي قيام الويدين دونا سيدا سأقول عرور كاغا أغاو ويعني المه وحال إلى السبيان رجال الغد وقادة الأمة بعد اليوم المه ورقي بري تلين لها ورقي بري أيغو أمده قامل لها ورقي بري أيغو نبضان يهو قاميال دينيد يهو قاميال سياسيات انت من نقل لها هذا الوقت اللي هجاجين ونقول دلال بري جيل كأنه نبدل دونه وحين نقول أيان جيل حن وقاد لو قبقوا مستقبل كود مركا مروا البابا يالا فوي سنين عرور تتربية لولا إن مروا البابا حوق الله سارو دادك حتى وحال الوكسوية هاي جانب كالدينيات مركي اللي قصوا تقو حكا دقن كالدوية دا تربية الأولاد قيمها وكلها هاي أما ميزانية دا وكلها هاي وحاكم دا عرور كي هدا دا دين تاي أخلاق لو ناكسن كو تربيينين أدية تسالهان آباتاي هوياتاي وقدمتين hantiyad ka dhimateen boosas guriyo wax badan ayaad uga dhimateen caruurti oo doonaysaan inay ku sii noolaadaan rabbina ay ku caabudaan diintooda iyo adduunyadooda ay u kaalmaysta caruurti hadaan tarbiyeynin oo mid jaad cunaya iyo mid sigaar cunaya iyo mid darbijiifa iyo mid wadada taagan ee umada laynaya aad ka dhimatay hantidaagaas ka dambeyn mayso dhowr bilood ka bacdi hantidaada waa lagu khamaari waa la baabiyo ma ka dambeynayso maxaa yeelay qofku markuu ahl uddiin yahay ilaahay wuu barakeeyaa hantidiisa caruurta hadday ahl uddiin yihiin waxaa laga yaabaa in gadaasha masaajid ay hantidaada ku dhisaan inay maaragtaa dugsiyo qur-aan ay ku dhisaan inay fuqarada iyo masaakiinta iyo qaraabada ay ka taageeraan sidaasna adigana ajirkaagii uu kugu sii socdo laakiin hantii haddaad ka dhimato caruurtiina aysan tarbiya haysan boosaskaagii oo dhan waa ku khamaarahay adiga waxaa laga yaabaa in lagu cadaabo oo lagu ciqaabo caruurta maxaad ugu tarbiyeynaysay si maalka meel wanaagsan ay ugu bixiyaan sidaas awgeed adduun iyo aakhiraba saamayn weyn wanaagsan ayuu ku leeyihiin tarbiyada wanaagsan tarbiyada caruurteenna aanu ku dadaalno ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa ilaahay inuu noogu kaalmeeyo hada wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah rabbi lcaalamiin wasal allahu wasalam wabaraka calaa sayidina mawlaana muxamedi wacala aalih الصحابة الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا